السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم لا بات سابلي بالشوكولات. غادي نخليكم مع المقادير. عندي جوج كيسان ونص ديال الفرينه اللي هي 250 غرام، 130 غرام ديال الزبده، 4 معالق كبار ديال السكر الثقيل اللي هي 75 غرام. عندي هنايا معلقه كبيره ديال الكاكاو اللي ما فيهش السكر، معلقة كبيرة ديال اللوز، بيضة، عندي هنايا 5 غرام ديال الخميرة ديال الحلوى، والقبصة ديال الملح راه درتها في مع فارينة. دابا ان شاء الله غادي ندوزو للطريقة ديال التحضير. بسم الله على بركة الله، غادي ندير هاد نص كاس ديال الفارينة، غادي ندير اللوز، غادي ندير الكاكاو، ضروري خصنا نغربلوه، غادي ندير السكر الثقيل، غادي نخلطهم مزيان. غادي نزيد الخميره ديال الحلوى، وغادي نزيد الزبده، ودابا غادي نجمع، غادي نخلط داكشي مزيان. هنايا بعد ما ضفت الزبده انا غادي نديرها في العجانه، وغادي نستعمل هاد لافي، هادي ما غاديش نستعملها لوكروشي. غادي نخلطهم مزيان، ها هي لاباط ديالنا بعد ما خلطتها مزيان. دابا غادي نزيد عليها البيض، بسم الله، وعاوتاني غادي نجمعها. هو الشكل ديال لاباط ديالنا بعد ما ضفت ليها البيض وخلطنا وعجناها مزيان. دابا غادي نخرجها من لاكوف، غادي نحاول غير نجمعها، ما غاديش نعجنوها، غير نجمعها بحال هكا، وغادي نحطها في الثلاجه، تقدر تبقى حتى السيمانه ماشي مشكل. ودابا ان شاء الله هاد لاباط غادي ندير، نقدر ندير بها لا طارت الشوكولا، بزاف ديال زعما ديال الحوايج نقدر نستعمل بهم هاد لاباط. وكنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ضغطوا على زر الاعجاب وبارطاجيو لا فيديو باش تشجعوني، والسلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله.